لا اله الا الله. والله جسمان فقير الشارع عروس الجنه اروى على عبد الحميد رحمه الله عليه التي توفت اسرها حارث منذ يومين ولحقت بوالدتها اروع بلاتي طيحهم اروع 18 عام ما زالت عروس الجنه توفت اسرى حارس اميم اسفر هذا الحارس عن وفيات اثنين من اصابه السته من اسره واحده جميعهم من اسره واحده مركز مدينه فاقوس متابعين الكرام الان في تشييع فقير الشباب رحمه الله لها جميعا بالرحمه المغفوره انا لله وانا اليه راجعون حزن يخيم على القريه والقرى المجاوره بما سمعوا نبأ وفاه فقير الشباب رحمه الله عليها توفت اسرى حارس اميم الكل حزين والكل يعني حالة من الحزن القصاص مش عاد عليك حاجة نقول بعد ما الدنيا وبس كلها شافت اللي احنا فيه لو تكرم واحد في قلبه وزر شرافه وعايز يجيب حد الولاية اللي ماتت ويسأل يفتكر ان ربنا حزاله في قبره قبل الوسائط والمجاملات ربنا حزاله في قبره ان هو ضيع حد وليتين مالهمش ذنب اتحرمت من جوزها وجوزها اتحرم منها طبعا وعيالها اتحرموا من ابوها اي رفض خارج عن القانون ولكن هذا هو غضب الاسره والاهالي على فراق فقير الشباب مش اول مره ناس في جانب موجود على الشيخ يحيى والحمس لهم العذر في حاله ليس لها نحن نعتذر عن اي الفاظ الخارجه وندعو لها جميعا برحمة ومغفرة إنا لله وإنا إليه راجعون أنت الحكم والعدل اللي هتجيب حكم تعالي أنت حاجة احنا قبل كده بالليل دي كده مثل اي اهم تبين كرم المتابعين موقع خرجون في كل مكان طبعا كما تشاهدون حزن يخيم على مركز مدينة فاقوس مركز فاقوس ارتشح بالسواد حزنا على فاقوس الشباب رحمة الله عليها اروع على عبد الحميد 18 عام رحلت عن عالمنا الدنيوي إسراء حارس أميم لحقت بعروقها لا إله إلا الله 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 إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله على الفقيدة ندعو لها جميعا بالرحمة المغفرة والأهلية ودعوها الصبر والسلوان
اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم تغمدها بواسع رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تغمدها بواسع رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جزاها باحسان احسانا والسيئات عفوا وغفرانا يا اكرم الاكرمين. حاله من الحزن تخيم على قريه سمعنا متابعينا الكرام، كما تشاهدون الالاف خرجوا لكي يشاركونا تشييع جثمان فقيد الشباب عروسه الجنه اروى علي عبد الحميد رحمه الله عليها. توفت اسرى حارس الأليم التي لحقت بوالدتها في هذا نفس هذا الحارس. طبعا منذ يومين قد ودعنا اما ووالدة فقيدة الشباب اليوم اروى علي عبد الحميد، والان التي رحلت بوالدتها نجتها اروى علي عبد الحميد الان في تشييع جثمان المسؤول الاخير رحمه الله عليها. انا لله راجعون. ندعو لها جميعا بالرحمة والمغفرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إذا غلق هاي؟ لا لا زين. واحدة عند ابويا جد بالرحمه ايوه فرح واسكن الله يا يد هو عارف زي بطل المدرسه بتاعتي جنب المدرسه معايا على طول على الخط يا احلى عشان بس ما ننزل حاجه مركز ومدينة فاقوس تتشح بالسواد حزنا على فراق فقيدة الشباب أروى علي عبد الحميد رحمة الله عليها 18 عام عروسة الجنة. توفت إسراء حادث أليم بطريق سمعنا منذ يومين. تفاجأوا كان رايحين يعيدوا على عمتهم وتفاجأوا بسيارة طائشة طبعا أودت بحياة 2 وإصابة 6 من أسرة واحدة. إنا لله وإنا إليه راجعون، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. وصولنا إلى مقابر للتوديع كان الآن وقد وصلنا مقابر القرية. كان الله الألاف جاءوا لكي يشاركونا تشييع جثمان فقيد الشباب أروى علي عبد الحميد رحمة الله عليها. الآن وقد وصلنا الجثمان مقابر القرية لتشييع المسؤول الأخير، ندعو لها جميعا بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون. متابعينا الكرام، حزن يخيم على القرية برحيل فقيدة الشباب أروى علي عبد الحميد رحمة الله عليها. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نملك إلا الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.
ان شاء الله القضاء المصري قضاء عادل وان شاء الله حقه راجع ان شاء الله. بيته اتخرب عشان واحد معاه فلوس جاب لابنه عربيه بنص مليون جنيه. ربنا يهديك. يدوس فيها على خلق الله. اهدى عم السيد لطفي. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. نبينا صلى الله عليه وسلم مر على قبر امرأة تبكي عند قبر صبي لها، فلما رآها النبي قال لها أيتها المرأة اتق الله واصبري، فأشارت إليك المرأة إليك عنيا ولم تكن تعلم بأنها تكلم رسول الله. فلما أخبرت أنها ردت على رسول الله قالت المرأة يا ويلتي، ذهبت مسرعة إلى بيت رسول الله تعتذر. فلما دخلت بين يدي رسول الله ورآها النبي فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أيها الجمع الطيب الكريم، ما أصعب أن نشيع الشباب، وما أصعب أن نشارك في مثل هذه الجنائز. فتاة عروسا كنا ننتظر أن نزفها في ليلة عرسها، ولكن كانت إرادة الله ومنيته
وأمره وقضاؤه أن تزف لا إلى عريسها بل إلى قبرها. وبهذه حكمة من الله، كما نقول أنه لا راد لقضاء الله ولا معقب على مراده، قضى على كل خلقه بالموت والفناء واستعسر لنفسه البقاء والحياة. ما أصعب أن نشيع الشباب، ما أصعب أن نحمل على أكتافنا شبابا، ما أصعب أن نشارك في جنازة شاب أو فتاة كنا ننتظر أن نعدهم للمستقبل، ولكنها إرادة الله. ودائما ما نقول أنه لا راد لقضاء الله. أيها الجمع الطيب الكريم، نبينا صلى الله عليه وسلم شيع الشباب، شيع الصغار، وشيع كذلك الكبار. نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في المسجد، مات جميع ولده، ماتت بناته، كان له 4 بنات، ماتت منهن 3، ووقف النبي بنفسه على قبورهن باكيا مودعا محتسبا الأمر إلى الله. ماتت رقية رضي الله عنها بنت رسول الله بعد غزوة بدر بأيام معدودات، شيعها رسول الله، وكانت شابة عمرها يقارب عمر هذه الفتاة. ثم شاء الله أن تموت الأخت الأخرى أم كلثوم، ماتت أيضا بعد أن تجاوزت 20 بسنوات معدودات. فلم يتجر رسولنا بل ذهب مشيعا باكيا عند قبرها. كذلك شيع ولده عبد الله، وشيع ولده القاسم، وكذلك وقف عند قبر ابنه إبراهيم، إبراهيم الصغير الذي مات، والتي كانت أمه مارية المصرية. وقف نبينا عند قبره يعلمنا، يعلمنا كيف يكون الصبر عند المصيبة. وقف على شفير قبره قائلا: يا ولدي، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن كذلك، وخاصة أهل الفقيدة أروى عليها رحمة الله، ومن قبلها أمها التي أسأل ربنا أن يجمعها بأمها في جنات النعيم. فما أصعب أن نشيع الجمعة الماضية الأم، واليوم بعد أيام معدودات نشيع هذه الفتاة. وقلت وأؤكد، هذا هو قضاء الله، فليصبر الجميع وليحتسب الجميع وليرضى الجميع بقضاء الله. رسولنا علمنا ماذا نقول عند المصائب، وأعظم الجزاء، أعظم الجزاء من عظم البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء. أقص عليكم قصة سريعة لرجل من بني عبس في عهد الدولة الأموية. رجل دخل على مجلس الوليد بن عبد الملك، وكان رجلا محطم الوجه، وكان أمير المؤمنين الوليد قد أعد في بيته مكانا يلتقي فيه بعامة الناس وفقرائهم لقضاء حوائج الناس. فلما رأه الوليد بن عبد الملك، صوت يا جماعة، رأى رجلا محطم الوجه، اقترب منه الوليد بن عبد الملك وقال: يا شيخ، من أنت؟ فقال الرجل وكان كفيفا لا يرى: لما تسألني؟ فقال: أنا الوليد بن عبد الملك. فانكب الرجل يقبل يد الوليد، فقال الوليد: بل نحن من نقبل يداك، ما فعل بك ما أرى، إلا عمل في وجهك كذا، وكان وجها إذا رأيته يقشعر جسده. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إنها قصة طويلة. فقال: هل أسمعتنا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد كنت أبيت ليلي وأنا أعلم أنه لا يوجد في بني عبس وهذه قبيلة من هو أكثر مني مالا وأكثر مني عيالا، فقد كان لي 7 من الولد، وعندي من الأموال من الشاة والبعير والغنم الكثير. فقال الوليد: ثم ماذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أصابنا سيل شديد، سيل نزل على الجبل، يقول: فتهدم بيتي، فماتت زوجتي، ومات أولادي، وذهب كل مالي غير صبي واحد وبعير. فقال الوليد: ماذا فعلت يا رجل؟ قال: والله ما قلت غير إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: ثم ماذا؟ يقول: يا أمير المؤمنين، لم يتحمل قلبي
أن يصبر على مع هذه أن يعيش في مكان يذكر فيه مصيبته. يقول: أخذت صغيري وركبت البعير وذهبت إلى بلد آخر لا أذكر فيها مصيبتي. اسمعوا أعزكم الله، يقول الرجل: أخذت الصغير وركبت على البعير وذهبت إلى بلد آخر لا أذكر فيه مصابي. يقول الوليد: ثم ماذا؟ أمير المؤمنين يخاطب رجلا من عامة الناس، يقول الرجل: والله يا أمير المؤمنين ما هي إلا خطوات، حتى نزلنا ما هي إلا يعني بضعة يعني مسافة طويلة، نزلنا نستريح تحت ظل شجرة. يقول: فلما نزلنا نفر البعير، الجمل طفش وعليه زادي وطعامي. فيقول: تركت الصغير وذهبت ألتمس البعير، فما هي إلا خطوات، إلا وسمعت صراخ صغيري، فنظرت إليه فإذ برأس الذئب، إذ برأس الذئب تنهش في بطنه، فعدت إليه سريعا فوجدت الصغير نفسه تقعقع، وجدته يفارق الحياة وينتفض، فأمسكت به وقلت: يا الله يا الله، فمات الصغير. فبكى الوليد بن عبد الملك وبكى الناس من حوله، فيقول له: ماذا فعل؟ قال: والله ما قل غير إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد الزوجة والولد والمال، فقد الكل، فقد ما يملك. يقول: فلما قمت على قبره ودفنته بنفسي، يقول: علمت أني ميت لا محالة، فجلست في أرض قد حفرتها. يقول: فرأيت البعير، فلما زادت أمسك بالبعير فضربني ضربة عظم بها وجهي وأذهب بها بصري، ولم أفق إلا في بيت أناس قد حملوني. هذا أيها الأحبة، يقول الوليد: خذوه لعروة بن الزبير حتى يعلم أن في الناس من هو أشد مصابا منا. أقول حتى يكمل الشيخ عاطف، أقول لوالد الفتاة: إن كان الله أخذ منك واحدة فقد ترك لك أخرتين. أسأل الله أن يرحم الأم وأن يرحم الإبنة وأن يبارك في الأختين الباقيتين وأن يربط على قلب الأسرة، وليكمل شيخنا: وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أهل منشيت عبدون، يا أهل غزالة، يا أهل وناسي، كل واحد عارف اسم صاحب العربية وعارف ابنه هو العمل ايه وعارف التحريات عملت ايه في الغيارة ايه، فكل واحد منكم شاهد وشاف الحادثة يتوكل معايا على الله على النيابة مش مع المركز، انتوا عارفين المركز بيحصل فيه، فكل كنتوا شايفين ايه اللي حصل، والواد ده له جواضي قبل كده وله حوادث قبل كده، انا لله وانا اليه راجعون. انتوا هيحصل فيكم كده، فما شدوش الحج. الواد صلاح قول وقت نمشي، احنا حرين وقت نمشي. النيابه لما اتحركتش اسم الواد واسم ابوه في النيابه، اسمه ايه؟ اسم ابوه واسم الواد في النيابه، احمد مصطفى عباس، احمد حمدي مصطفى عباس، احمد حمدي مصطفى عباس. احنا مش هنسيب حقنا، احنا دلوقتي هنروح على النيابه يوم الجمعه، كل عيدكم كل الحته انا سامعين، كل الحته انا سامعين، الحكومه مش خدت حقنا من هنا. انا يوم بعد صلاه الجمعه كنا عند المحكمه فاجوس يا جماعه، كنا عند المحكمه. ربنا يصبرهم، ربنا يصبرهم، لله وانا اليه راجعون. ربنا يسلمك حالا من الحزن مأسف الفاظ الخارجة، ولكن حزن القلوب محروقة على ابنتهم وولدتهم. ربنا يرحمهم. كانت مسيئة فتجاوز عن سيئات، اللهم ابدلها دارا خيرا من وجبالا خيرا من جانبها. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنها يا رب، اللهم أسعدها في هذه اللمة الجميلة، اللهم شفع فيها المصطفى محمد، اللهم شفع فيها المصطفى محمد. سمين يا رحمن يا رحيم، اللهم أهلها وذويها صبرا وعوانا، دعوانا الحمد لله.
لله رب العالمين واستغفر الله لي ولكم. متابعينا الكرام، متابعي موقع خبر اليوم في كل مكان، كما سمعتم كنا في تشييع جثمان فقير الشاب رحمة الله عليها أروى على عبد الحميد رحمة الله. اللهم ارض على قلب أبيها، وارض اللهم على قلب زويها، اللهم جازها عن الحسنات إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا. يا ربنا وضعناها بين يديك وأنت أرحم بها منا وأنت غني عن عذابها، اللهم عاملها برحمتك لا بعدلك. اللهم إنها جاءت إليك في شهر حرام، جار حج بيتك الحرام، فحرم يا ربنا جسدها على النيران، اجمعها بأمها في جنات النعيم. اللهم اجمعها بأمها في جنات النعيم. اغفر اللهم لها ولأمها، اغفر اللهم لها ولأمها، ارحمها اللهم وأمها، ارحمها اللهم وأمها. ثبتها يا ربنا عند السؤال، يمم يا ربنا كتابها، يسر يا ربنا حسابها، انطق بالحق لسانها. اجعل هذه الليلة أسعد ليلة عليها في قبرها يا رب، اجعل ليلتها هذه أسعد ليلة تمر عليها في قبرها يا رب، اجعل طبيعتها نورا إلى يوم القيامة، افسح لها في قبرها بد بصرها يا رب. جابي الأرض عن جنبيها، جابي الأرض عن جنبيها يا ربي، أنزلها منازل الصالحين والشهداء. اللهم إنها ماتت مغدورة، فاجعلها يا ربنا عندك من الشهداء، اقبلها يا ربنا من الصالحات، اقبلها وأمها من الصالحات يا رب العالمين. اغفر لها وآبائها، ارحمها اللهم وأمهاتنا يا رب، ارحمها وذرياتنا، ارحمها وارحم أهل هذه المقابر أجمعين. يمم يا ربنا كتابها، يسر يا ربنا حسابها، اجعل قبرها عليها نورا، إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اربط على قلب الجد، واربط اللهم على قلب العم، واربط اللهم على قلب الخالة والخال، واربط اللهم على قلب زويهم يا رب العالمين. لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها يا رب، اغفر لها ولنا. اللهم تقبل دعانا يا رب، تقبل دعانا لها، تقبل يا ربنا دعوات الملايين على مواقع التواصل لها ولأمها برحمتك يا أكرم الأكرمين. إنا نستشفع برسولنا صلى الله عليه وسلم، فاقبل شفاعتنا فيه وفينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا ترد دعاءنا. أما الله يسأل خلقه يا أخي يا باي، وأنت يا أمة الله وابنة، مفيش حق بضيع، مفيش حق بضيع، اهدى شوية. راضية بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله وبالقرآن منهجا وبالصورة. ثبتك الله، ثبتك الله، ثبتك الله، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ونسأل الله أن يبارك في أختيها وأن يجعلهما من بعدها ذرية طيبة. وأنتم عباد الله، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. انصرفوا على قول لا إله إلا الله. ناخذ خمس زجاج مع الأسرة يهود على الكبار، اهدى شوية، افتح الكاميرا فيديو. من أرض الواقع، من أرض الواقع، أمها وبنت ضحية حد السماعة، ما بتسأليش على حد، قبر أمها وبنتها بدل ما زفها روح بتوكي وارت لعريسها دفنها للقبر. مفيش مأساة أكتر من كده. مين حيحجب؟ مين حيبكي؟ مين حيجيب حاجة أروع؟ مين حيجيب حاجة أمه؟ إحنا مستنيين العدو القانون القاتل الحقيقي يتحرك واتحطوا عند مكانه، وإحنا عايزين حاجة أروع وأمها في القبر أهو، وإحنا منتظرين العدل والقانون، منتظرين العدل والقانون. بقي الوردة فينا بيه راجل ورا للقبر، مش لعريسنا، الجهازة في البيت تعالوا اتفرجوا عليه. نشكركم متابعينا الكرام.